السياسة، يشرعون، يناقشون، يرفعون الصوت عاليا، يتحدون، يهددون، يتواعدون بعضهم بعضا، يلقون الخطب الرنانة الطنانة، ويبدون أمام الشعب كالجبابرة الذين لا يقهروا حين يتكلمون. لكن وعندما يتحدثون عن أمهاتهم يختلف الوضع تماما، يعودون أطفالا تغلبهم نبرة الحنان، يعودون كما هم من دون أقنعة إلى حضن أمهاتهم، ويتذكرون إن الدنيا أم وكل مجد من دون رضاها باطل، وتخبو حدة الصوت الذي يتمايل على شفير الحنان والدمع أحيانا. ماذا يقول نواب ووزراء الأمة عن أمهاتهم؟ نحن ربينا بعائلتنا في عنا شعار كان يقلنا إياه المرحوم بي، وهو تعلمه من جده ومن بيه، الدنيا أم. أنا اللي بدي وجهه لوالدتي يلي اليوم عمرها تقريبا 88 سنة، بدي وجهها قبل كل شيء كل احترام وكل تحية، وبدي اتشكرها على هالتربية اللي عطتني إياها، يلي بظن أنه كانت تربية منيحة، وأنه أنا ربيت ولادي مش بتربية يلي أنا اخترعتها، ربيت ولادي مثل ما هي ربتني. أنا بعتبر أنه الدنيا أم أولا، طبعا تقدم بالتهاني لكل الأمهات، ويعني والله يديمون على رأس الجميع. بيعجز الإنسان أيا كان موقعه وأيا كان عمره أنه يوفي هذا الإنسان اللي هي أعطته الحياة. هذا اليوم يجب أن يكون فوق كل الأيام، وكان يكون عيد الأعياد. الله ما يحرم حدا من أمه، هي كل شيء، هي الأنسنة بحياة كل شخص، وهي المحبة بحياة كل شخص، وهي الحنان بمحبة بحياة كل شخص. فالله لا يحرم حدا من أمه. الأم هي أساس الحياة، وهي مدبرة ومديرة الحياة. بعيد كل الأمهات بتمنى لهم يعني ظروف جيدة حتى يقدروا يقوموا بمهامهم. الأم هي كل الدنيا، كل الدنيا والآخرة، تربح الدنيا وبتربح الآخرة بالأم والأب برضاهم. يعني حقيقة عندي صعوبة بالتعبير قديش محبتهم كبيرة وقديش يعني قيمتهم كبيرة عندي. والدتي توفت من سنوات وذكرها ما بتبعد عني ولا لحظة، كل ما بمرق بشدة، كل ما بمرق بفرح ولا والوالدة معي. الله يرحمها، أمي من سنة توفت وبعدني بتذكر كل عائلتي طبعا، بس الأم لما بتروح بتترك فراغ، ما بنعرف قيمتها للأم إلا أنت، ما بتعرف قيمتها إلا وقت بتصيري أم. هي كل شيء، أنا بنظري وراء كل رجل عظيم في امرأة. يا ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب، يا حبيبة، يا حبيبة، يا حبيبة، يا حبيبة.